يصلحي، ما انت اللي بتقولي كلام مش حلو، بيزعلني منك قوي. عارف يعني ايه راجل يشك في مراته؟ عارف يعني هو بيقول لها انتي ايه؟ ما بتردش لي يا صلوحي. انت عارفه يا ساره ان الفلوس اتحرقت ورجعت تاني؟ هو الفيديو ده حقيقي؟ امال اي اي ذكاء اصطناعي؟ حقيقي يا سيدة القصر، الفلوس اللي صلاح خدهم من خالد الأشقر حرقتهم له. اللي انت بتقوله ده يعني ايه؟ فلوس تتحرق وترجع تاني؟ اه والله زي ما بقولك كده، اللي سطرها معايا شك اللي مضايقك مني قوي، وانا رايح استلم الفلوس من خالد الأشقر كنت خايف قوي لنعمة تكون عاملة لي مخرز، ونعمة دي ما تتضمنش. انا عارفها، عشان كده كنت رايح وانا مأمن نفسي 100%. قبل ما اعدي على خالد عديت على واحد صاحب مطبعة منتن، كان معرفني عليه الواد مدحت، بيزور الفلوس يعني. كان مدحت بياخد منه شوية كده بالقليل عشان ما نتهرش، وكان بيقسمهم بقى شي 10 على 20 على 50 وسط البواقي اللي بنديهم للزباين، لحد ما انا قفشت وقلت له انا مش عايز الموضوع ده يا مدحت، انا خايف. بس الواد اللي بيزور الفلوس نفع في الاخر، رحت له وخليته طبع لي فلوس قد اللي انا رايح استلمها بالظبط، واتفقت معاه على تمنهم 100,000 جنيه. الصراحة انا كنت مستخسرهم في امه، بس لما شك طلع في محله صفيت النية. والعيال الكلاب بتوعها مشوني، رحت راجع على عربيتك زي الباشا، فاتح شنطة العربية واخد الفلوس بتاعتي رصصها في الدولاب. شفتي بقى يا سارة ان شكي دايما بيطلع في محله؟ لا مش دايما بيطلع في محله، ساعات شكك ده بيزعل منك الناس اللي بيحبوك وبتحبهم، مش عايزين منك حاجة. طبعا انت اكيد بتتكلمي على ناس تانية غيرك يا سارة صح؟ طلاق مش هطلق، ما بقاش عشت معاكي الشقة واحنا داخلين على الفرح عايزة تسيبيني وتجري. خلينا ننبسط شوية، بلاش تنطي من المركب، عشان اللي بينط من مركب صلاح بيغرق.